اقرا البيان وتمعنا ارعى السيوف في مسننا عنا رجال مجننة مثل الصقور اللي تجوب عنا رجال مجننة مثل الصقور اللي تجوب اول بيان اول سطر احذرك من الخطر كم واحد بيته هجر واللي طلناه انقبر كم واحد بيته هجر واللي طلناه انقبر الحق قبل فوت الاوان ما يعود وقت الا اللسان نطلق الى الفعل العنان نضرب ونتخن فجروح نطلق الى الفعل العنان نضرب ونتخن فجروح ان ما ننسى حقنا خل السنه تلحق سنه كل الثمار بتنجنه في وقت ما يحين القطار كل الثمار بتنجنه في وقت ما يحين القطار هالقوة معهيب العدد وعلى أبل عدة والعتاد هالقوة يوم تميزها تشوفها بساحة النزاع هالقوة يوم تميزها تشوفها بساحة النزاع فعل المراجل مو سهل المرجلة ودها ثقل هذا الدليل حتى الشبل يورث من جدوده صفات هذا الدليل حتى الشبل يورث من جدوده صفات كل القضايا مأرشفة وراقها اللي مصففة مرقمة ومعرفة ما تنتسى ما في مجال مرقمة ومعرفة ما تنتسى ما في مجال احضر لك كثر جدال اعداد نبع الدرما هذا جوابي للسؤال من قبل تسأل عننا هذا جوابي للسؤال من قبل تسأل عننا من قبل تسأل عننا من نكسره ما له جبر وعدونا ما له سعر بارودنا يهدر هدر يبرد كما برق السماء بارودنا يهدر هدر يبرد كما برق السماء الخوف منا يرتعد فالموت نسلك تمسلك فالود ولا بالغصب حنا بناخذ حقنا فالود ولا بالغصب حنا بناخذ حقنا ما نعتدي على الضعيف وقلبنا ما هو رهيب ومن رافق الرجل الخفيف الخفه ما تلبق لنا ومن رافق الرجل الخفيف الخفه ما تلبق لنا حنا رجال مجربة دم العدو بنشربة الهامل وما بنرغبة إن رافق الرجل الشديد الهامل وما بنرغبة إن رافق الرجل الشديد احكي مودي تمتمة الخيل ليها حمحمة جمع الكلام ولملمة وهرج معي مثل الرجال جمع الكلام ولملمة وهرج معي مثل الرجال السيف أكبر ما الكلام والدم للفارس وسام خلك صدر شهموهما أمود أشرك من هرج الخنا خلك صدر شهموهما أمود أشرك من هرج الخنا الكل حسب حسابنا والأمر من شيابنا مثل النسر مخلابنا يقطع كما قطع السيوف مثل النسر مخلابنا يقطع كما قطع السيوف السيف تسمع له صليل والشعر بالقاف الثقيل لحنته وقلبي عليل غنيت للي يفهمه لحنته وقلبي عليل غنيت للي يفهمه هالقوة معهيب العدد وعلى أبل عدة والعتاد هالقوة يوم تميزها تشوفها بساحة النزاع هالقوة يوم تميزها تشوفها بساحة النزاع فعل المراجل مو سهل المرجلة ودها ثقل هذا الدليل حتى الشبل يورث من جدوده صفات هذا الدليل حتى